اهلا بيكم مشاهدينا مره تانيه. وجه دلوقتي ميعاد فقره الطقس، وهيئه الارصاد الجويه بتتوقع انه النهارده الطقس هيكون معتدل على مدن القاهره الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد، وهيبقى لطيف على السواحل الشماليه الشرقيه والغربيه وسط سيناء، وهيكون حر على جنوب سيناء. بالليل الجو هيكون مائل للبروده. النهارده كمان هيكون في نشاط للرياح على كل الانحاء بالجمهوريه. خلونا دلوقتي مشاهدينا نتعرف على تفاصيل اكتر من دكتور منار غانم، عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه ليندا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. يعني يا دكتور، ما زال لسه في انخفاضات في درجات الحراره، الانخفاضات دي مستمره معانا لحد امتى؟ بالفعل يمكن اليوم في مزيد من الانخفاض في درجات الحراره، يمكن احنا بالامس سجلنا عظمى على القاهره الكبرى 28 درجه مئويه، اليوم متوقع ان هي تنخفض خلال فترة النهار بحوالي 3 درجات، ومتوقع اليوم العظمى على القاهرة الكبرى 25 درجة مئوية، كمان الانخفاض هيكون خلال فترات الليل، فالصغرى هتكون ما بين ال 13 وال 14 درجة مئوية، ومتوقع معانا استمرار انخفاض درجات الحرارة إلى يوم الجمعة القادمة إن شاء الله، هنبدأ نشعر بالأجواء تكون أجواء رباعية، معتدلة الحرارة خلال فترات النهار على شمال البلاد. طبعا هتكون حر على جنوب البلاد، ده طبعا خلال فترات النهار. خلال فترات الليل كمان زي ما بنقول في انخفاض اخر في درجات الحراره، الاجواء هتكون اجواء بارده خلال فترات الليل على اغلب المناطق اللي موجوده في شمال البلاد، سواحلنا الشماليه، الوجه البحري، القاهره الكبرى، حتى كمان شمال الصعيد. انخفاض درجات الحراره ده بيشمل كافه انحاء الجمهوريه، وخلينا كمان نقول ان في نشاط للرياح، نشاط الرياح بيبقى بعد فتره الظهيره مع دخول ساعات المساء، بيزود احساسنا اكتر بانخفاض درجات الحراره وبروده الطقس، خاصه في ساعات الليل المتاخره والصباح الباكر، هنبدا نشعر باجواء نقدر نقول اجواء يمكن بارده اكتر كمان من الايام الماضيه. يا دكتور، بدايه من يوم السبت من المتوقع ان درجه الحراره توصل ل 31 في القاهره، هل هيكون في ارتفاعات اكتر من كده بقيه الايام اللي جايه؟ بالفعل احنا متوقع من السبت القادم ان شاء الله يكون في ارتفاع تدريجي في درجات الحراره على كافه انحاء الجمهوريه، يعني احنا متوقع يوم السبت تكون 31 درجه مئويه، مع يوم الاحد هيبقى في مزيد من الارتفاع، يعني احنا متوقع ان يكون ما بين ال 36 وال 37، هنرجع تاني للاجواء شديده الحراره خلال فتره النهار، لكن الارتفاع ده ان شاء الله يكون مدته بالكثير 72 ساعه، وتبدا تاني درجات الحراره تعود للمعدلات، خاصة ان احنا يوم الحد القادم هنبدا نتاثر بكتل هوائيه جنوبيه غربيه، هيكون معاها نشاط للرياح وقد يكون مثير كمان لبعض الرمال والاسرة. شكرا يا دكتور. مشاهدينا كانت معنا دكتور منار غانم، عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. خلونا دلوقتي نستعرض مع حضراتكم مشاهدينا درجات الحراره المتوقعه، وهنبتديها كالعاده من القاهره، بتسجل العظمى في القاهره 25 والصغرى بتسجل 14، الاسكندريه العظمى 19 والصغرى 13، مرسى مطروح العظمى 18 والصغرى 14، سيوه العظمى 23 والصغرى 13، بورسعيد العظمى 20 والصغرى 14، دمياط العظمى 23 والصغرى 14، الاسماعيليه العظمى 24 والصغرى 15، السويس العظمى 25 والصغرى بتسجل 15. هنروح للعريش العظمى 21 والصغرى 14، طبق العظمى 24 والصغرى 16، سان كاترين العظمى 23 والصغرى 14، شرم الشيخ العظمى 30 والصغرى 19، الغردقه العظمى 31 والصغرى 20، الفيوم العظمى 25 والصغرى 14، بني سويف العظمى 25 والصغرى كمان 14، المنيا العظمى 25 والصغرى بتسجل 14. هنروح لأسيوط العظمى فيها 26 والصغرى 15، سوهاج العظمى 28 والصغرى 19، قنا العظمى 33 والصغرى 21، الأقصر العظمى 34 والصغرى 20، أسوان العظمى 36 والصغرى 21، الوادي الجديد العظمى 36 والصغرى 20، شلاتين العظمى 31 والصغرى 18، وأخيرا حلايب العظمى 29 والصغرى بتسجل 19. دي كانت فقرتنا الجوية مشاهدينا. دلوقتي هنرجع لأحمد ومنى عشان يكملوا بقية فقرات صباح الخير يا مصر. إليك. شكرا لك ليندا.